السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم عندي في عالم صابرينا. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ماشي فيديو ديال الطبخ، وانما فيديو من اعمال ديال الحوايج ديال دي اي واي. بغيت نتقاسم معكم هاد العمل، وقلت علاش لا غادي نتقاسمو معكم، حيت بصراحة مشيت ناخدو لقيت بواحد الثمن يعني اللي طالع بزاف، يعني ماشي بالإمكان ديالي هاد الساعة ناخدو. وفكرت قلت علاش لا ما نشوفش الطريقة كيفاش نقدر نصيبو بمواد بسيطة يطلع ليا زعما رخيص. قلت علاش لا، صافي من بديت نشوف لقيت نقدر نديرو. يقدر ما يكونوش بالادوات كما كاينين في السوق كيفاش يتباعوا، ولكن انا باغا غير النتيجه انه يعطيني واحد الضوء. بلا شك عرفتوني علاش تندوي، انا دابا تندوي على رينغ لايت، هذاك اللي تيساعدنا في التصوير، نقدروا نخدموا به في بزاف الحوايج، يعني في التصوير تعطي واحد الاضاءه، تزيد واحد ليكلا ديال التصوير، وتتخرج النتيجه ديال التصوير تيكون الفيديو مصور زوين. نقدروا نخدموا به في بيوتات الناس، نقدروا نخدموا به في البيو ديال ولادنا، يعني خاصنا الا خدمنا في شي بلاصه غير قريب لنا خاصنا يكون غير الحجم ديالو صغير، باش ما تيعطيش واحد الاضاءه اللي كثيره، حيت هو بصراحه تعطي واحد الضوء لمجهد. وهادو هما المواد اللي تتشوفوني غادي نخدم بهم. عندي الخيط ديال الليد، خديت واحد الميطو، وخديت واحد الميطو ديال التويو، وخديت هذيك اللصقة ديال الكاريط راه مزيانه، وعصيه خاصنا عصيه 21 سنتيم، يا تويو صغر من هذاك اللي خدينا، ولا شي عود، هذا الشيء اللي خاصنا، ومسمار. هادوم هادشي هادوما المواد اللي خاصنا، زائد كما غتشوفوا معايا انه يطلع واحد الثمن يعني خيالي، ما كاملاش 40 درهم، وهانتي حصلتي على هاد الاضاءه اللي غادي تعاونك الا كنتي تتصور، اللي كنتي تتصوري يعني غادي يعاونك بزاف ديال الحوايج. كما تشوفوا معايا انا خديت هنايا عندي العصيه، صراحه انا مشيت عند النجار كتبها غناخد غير عصيه عاديه، زعما غادي نشم عند واحد الطرف ديال العصيه يكون طويل، ولكن هو قال لي عطاني هادي. من عطاها ليا يعني في الاول ما عجبنيش الحاج، زعما صافي غندير غير خاطو، غادي زعما غنمشي زعما في حالي وغادي نحيد اللوحه، صافي مسكين في الاخر ويقول لي انا نصيبها لك. عاد خدا داك التويو الصغيوه وحفر بحال حفر لي بواحد الماكينه عنده حفر، وخشاه ليا وعطى ودق المسمار. صافي من شفت هذيك النتيجه قلت صافي غنمشي للدغي غادي نصبغو، ولا غندير ليه شي حاجه وغادي نخدم به. كما تشوفوا هنايا عندي هنا عندي الخيط ديال الليد، خليته في الضو. علاش خليته في الضو؟ باش شويه يسخن ويطلق ليا الطوع، حيت شويه قاصح يعني ما يقدرش، ما غاديش تحكموا فيه وانتم تضوا على التويو. خليته تسخن مزيان باش بحال يلا بحال التخاليه. صافي هنايا دابا غادي نبدا نلصق بشويه عليا بشويه، غادي نلصق الليد مع التويو. كما تشوفوا انا خشيت من دات داك الطيف الصغير، انتم غديروا يا هذاك يا غديروا شي عود صغير، ولا غتحاولوا انكم تلصقوا، ولكن من الاحسن يكون عندكم عود ولا بحال التويو صغار منه، وتتقادوه في العصيه بهذه الطريقه باش تحكموا فيه، يعني ما يبقاش طالع لكم واقف ولا هابط، نتوما اللي تتحكموا في داك المسمار، تتعوجوا باش لا بغيتوا الاضاءه تكون نازله، بغيتوها تكون واقفه تيوقف، يعني تتحكموا فيه بالطريقه اللي بغيتوا. هذه الطريقه ديالو، تنخشي من غادي ندخلو في بعضياتو غادي نزيد نتحكم فيه. هانتوما كيما تشوفوا معايا غنزيد نتحكم فيه، يعني غادي يطلع ليا غادي يهبط كما بغيتو، انايا غادي نخدم به. اول حاجه غادي نبدا هي غادي نلصق هاد الخيط ديال الليد في التويو. هاد اللصقه راه زوينه، اول كيما تشوفوا خاصني نثبت الخيط على التويو ونلصق مزيان، لصق ندور مزيان واحد جوج دورات ولا ثلاثه باش يتثبت لينا، وحنايا تنلصقوا وحنا تنجروا اللصقه باش ما يبقاش داك الهواء بين التويو
والخيط باش ما يبقاش يلعب باش يتثبت لينا مزيان. غنبقى غنكمل على هذه العمليه حتى الاخر وغيب شويه البنات. كما تنقول لكم دائما هذا الشيء ديال الخدمه ديال الدار اللي باغي يصيب شي حاجه خاص يكون عنده يكون مهدن ويكون شويه ديال الصبر ويعطي شويه الخاطر باش تطلع النتيجه اللي باغي. يعني الا كان شي واحد معصب راه عموم غادي يحصل على واحد النتيجه زوينه. كما تنقول لكم دائما خصكم غير شويه ديال الصبر باش تصايبوا هادشي. وانتم اصلا غتكونوا تصايبوا هادشي ومصايبين وانتم مرتاحين وانتم فرحانين. يعني ما حتى شي واحد مبز عليكم وتتسناو غير في النتيجه كيفاش غتلقاوها في الاخر. غنبقى بهذه الطريقه كما تشوفوا معايا وانا تنجبد داك الخيط ديال اليد وتلصق تندور مزيان. تلصقت غادي نساليه كامل. كما قلت لكم هاد اللصقه راه زوينه تتباع 8 دراهم خديتها. يعني تنقول لكم ان التكلفه يعني ما وصلاش 40 درهم وباش غتشي بواحد الثمن انا لقيته ب 300 درهم 400 درهم حاليا ما قداش نشري. يعني ما دايرش في بالي باش نشري حتى من شخيز زعما حتى من غير شي حاجه بسيطه. من مشيت نسول عليه لقيته ب 300 350. يعني لقيته بواحد الثمن ما عنديش الساعه. من الاحسن كاين واحد الفرق كبير بين 400 درهم و 300 درهم على 30 درهم بزاف. واحد الفرق 30 40 درهم كاين واحد الفرق كبير. كما تشوفوا معي انا دورته كامل. دابا غناخذ العصيه ديالي. كما شفتوا العصيه ديالي الشكل ديالها ماشي زوين. يعني عطاه ليا غير النجار كما قلت لكم عطاه ليا غير النجار. دابا غادي نشد هاد عندي هاد الاديزيف في الداك اللي خدمت به شحال هادي وبقى ليا. قطعت الشريطه ودابا غادي نبقى ندور. نتوما يا غتبقاو تلويو يا لا عندكم الصباغه في الدار صبغوا. يعني غير تخبوا الوجه ديال ديك العصيه الا كانت خايبه ولا كانت عصيه باقا جديده ديال الشطابه ولا ديال شي حاجه باقا نقيه تتكون حتى المنظر ديالها تيكون زوين. انا حتى هذه المنظر ديالها مصبوغ كما تشوفوا معايا المنظر ديالها ماشي زوين. انا غادي نضرك باش نحصل على واحد الشكل يكون زعما شويه مرضي ما يكونش عاوتاني داكشي خايب ولا داكشي لا شويه شويه زعما ماشي 100% ولكن خليتها غتكوني غادي في النتيجه ويكون المنظر احسن من انني نخليها هكاك مسخه وفيها الصباغه. تنظر انني هكا احسن. صافي غنبقى نتبع بهذه الطريقه كامله حتى غادي نسالي العصيه ديالي. وها هي النتيجه كما تشوفوا تبدل الشكل ديال العصيه. كانت عصيه مسخه مصبوغه مقشره دابا ولات بعدا الشكل ديالها زوين. كما تشوفوا هنايا انا داك السيد اللي صايب لي داك الشيء هاينا صايبته راه ساهله. تقدروا تصايبوها غير في الدار ديالكم. انا حيت مشيت عند النجار هو اللي دار لي داك المسمار في التويو. صافي انتم غتشوفوا معايا انا غادي نخدم حداكم غتشوفوها كي داير. اما النتيجه زوينه والاضاءه راه مجهده البنات مجهده. من بعد ما كملتو كما تشوفوا ان الاضاءه قويه واللصقه اللي درت دورته به عاوناتني انني نقصت من الضو ديالو لان الضو ديالو مجهد بزاف. يعني واحد لاكلا فيه مجهد. وتقدروا الا بغيتو كثر من هكا تقدروا تضوو الخيط ديال اليد على التويو على جوج مرات. تقدروا ديو التويو تقدروا ديو حتى الكارطون يكون غليظ. تقدروا ديو واحد السيركل ديال الخشب. يعني عندكم هادو ثلاثه الحوايج اللي تقدروا تخدموا بهم الا بغيتوا تصيبوا فحال هاد النوع ديال هاد الاضاءه. تتشوف كما تشوفوا معايا ان الضو في الحيط يعني كاين ضوء كثير. هنا خديت واحد البول درت فيه السيما خليتها شويه ثقيله ما درتهاش خفيفه شويه ثقيله باش ما تجينيش خفيفه خاصني الوقت بزاف باش تنشف ليا. خليته حتى الصباح درت فيها داك العصيه الوسط وشديتها قديتها بواحد الصاك لان باش توقف ليا من الوسط حتى الصباح. وهذه هي النتيجه ديال هاد الاضاءه اللي درت. كما تشوفوا معايا الضو فيها راه زوين. عاونت باللصقه بين التويو والعصيه باش نزيد نتحكم. خليتها شويه مايله حيت انا محتاجه لها غير التصوير. كما تشوفوا عاونت درت هاد الضو باش عاوني باش يكون هداك الشيء مرتاحه فيه وانا خدامه. وهذا هو السطا اللي درت فيه السيما كما تشوفوا راه ناشف مزيان يعني شاده راسها مزيان. كما تشوفوا انا طفيته
تشوفوا الفرق وانا غادي نشعلو. هذا هو الفيديو ديالي، تنتمنى يعجبكم وتنتمنى ما تبخلوش عليا بالاشتراك ديالكم وبالتعاليق الزوينه ديالكم. ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، مع السلامه، فيديو جديد.